بعد ما خلصنا الجزء الخاص بالوان واي هولو بلوك سلابس، هنبتدي دلوقتي نتكلم على التو واي. احنا زي ما اتفقنا ده بيبقى شكل الوان واي هولو بلوكس. بيبقى عندي ادي الاسبان الصغيره، عادة بنرص الاعصاب بتاعتنا في الاتجاه القصير، وده اللي بيعرف الوان واي هو الاعصاب مرصوصه في اتجاه واحد، وبالتالي الحمل كله بيروح في اتجاه واحد. هو في الحالة دي هيروح للقمرة دي، للقمرة دي، الأعصاب كلها دي بتوزع الأحمال للقمرتين دولت. طيب بالنسبة بقى للتو واي، يبقى عندي المنظر حاجة زي كده، هنتكلم عليها بالتفصيل طبعا في خلال السلايدز اللي جاية. بيبقى عندي السمول سبان أو السبان الشورت سبان، السبان القصيرة، وأدي السبان الطويل. في الحالة دي بنرص البلوكات بحيث إن أنا يتكون عندي أعصاب في الاتجاه القصير وكمان أعصاب في الاتجاه الطويل، وبالتالي في الحالة دي الحمل بيتوزع في الاتجاهين، جزء بيروح في الاتجاه ده ويتنقل للقمرتين دول، وجزء بيروح في الاتجاه ده ويتنقل للقمرتين دول، وفي النهاية بيكون هو ده الشكل التقليدي، أو هو ده typical two way hollow block slabs. الشكل اللي قدامنا ده بيوضح كيفية رص البلوكات في موقع في حالة التو واي. ده دي الشدة الخشبية بتاعتنا، وده الشدة بتاعت الكاميرا، دي شدة السقف، ودي الجزء بتاع الكاميرا، ودي البلوكات الهولو بلوك، البلوكات المفرغة. بيترصوا كل بلوكين جنب بعض بالطريقة دي زي ما احنا شايفين، وبعدين بنسيب مسافات بين الصفوف في الاتجاه ده وفي الاتجاه التاني، وهي دي اللي بتكون بعد كده الأعصاب بتاعتنا. البلوكات اللي ترص من هي بتكون شكل مربع، وبالتالي بنقدر نكون أعصاب في الاتجاهين. لو بصينا من فوق هنا كده، ده شكل البلان بتاعنا من فوق للتو واي هولو بلوك سلاب. زي ما احنا شايفين ادي دول بلوكين وادي بلوكين محطوطين جنب بعض. لو احنا مستخدمين ستاندرد بلوكس هيبقى طبعا المسافة دي 400 في 400 والأعصاب هتبقى 100. بعد كده بنبتدي زي ما احنا شايفين هنا كده، نبتدي نحط الأسياخ اللي هي تسريح الأعصاب في الاتجاه ده وفي الاتجاه التاني، وفي الآخر طبعا بتيجي الشبكة اللي هي من فوق الخفيفة اللي احنا بنحطها، ونصب الخرسانة ويظهر عندنا بعد كده التو واي هولو بلوك سلاب. ده شكل بيوضح صورة من الموقع من أحد الأسقف، طبعا مستخدم فيها زي ما احنا شايفين one way hollow block slab مع two way. ده الجزء ده اللي هو الخاص بال one way، واضح الأعصاب بتاعتنا في النص، دي كاميرا ودي كاميرا، ده الجزء بتاع ال two way، واضح المربعات اللي هي متكونة من البلوكات، وآدي الأعصاب بتاعتنا موجودة في الاتجاهين. لو احنا بعد كده بصينا على السقف، لو بعد فك الشدة بصينا من تحت، ده بيكون شكل السقف بتاعنا في حالة التو واي. طب دلوقتي بالنسبة للجزء بتاع ديزاين تو واي هولو بلوك سلاب، ده اللي احنا هنتكلم عليه بقى دلوقتي، هو ده الجزء بتاع مجموعة السلايدز ديت. احنا اتفقنا ان احنا عندنا نوعين من القمرات بنستخدمهم، projected beams و hidden beams. projected beams تبقى قمرات ساقطة زي القمرات ديت زي ما احنا شايفين عندنا. الهيدن بيمز او القمرات المدفونة بتبقى القمرات بنفس سمك البلاطة بتاعتي، زي القمرة دي والقمرة دي، زي ما واضح هنا دي القمرة المدفونة، وهنا واضح هنا دي القمرة الساقطة. زي ما كنا بنعمل الوان واي معاها ساعات، ممكن نعمل projected، ممكن نعمل هيدن بيمز. في حالة التو واي نفس الكلام، ممكن نعمل projected بيمز وممكن نعمل هيدن بيمز. احنا في الجزء بتاعنا او الكورس بتاعنا هنتعامل مع التو واي هولو بلوك سلابس مع البروجكتد بيمز او مع الكاميرات الساقطه فقط. لا، في حاله التو واي هولو بلوك لما بتتعامل مع الهيدن بيمز بتتصمم بنفس طريقه تصميم الفلات سلابس، وبالتالي احنا مش هنتعرض ليها حاليا. طيب احنا اتفقنا ان احنا عندنا خطوات للديزاين كنا اتكلمنا عليها قبل كده في حاله ساعه الوان واي، نفس الكلام برضو هنعمله هنا. اول حاجه هنشوف الكود ريكويرمنتس،
وبعد كده هنعمل نفس الحاجات اللي احنا عملناها الارينجمنت واللود كالكوليشن وكله لحد الرينفورسمنت. بس النقطة بقى بالنسبة للتوي ان احنا بيبقى عندنا اتجاهين شورت ولونج، فالكلام ده بنعمله مرتين، مرة للشورت ومرة لللونج، وفي الاخر بعد كده بنعمل برضو ديزاين للبيمز بتاعتنا. طيب اول حاجة في خطوات الديزاين اللي هي الكود ريكويرمنتس، اتفقنا ان الكود بيبقى حاطط اشتراطات للابعاد وللبلاطة السوليد سلاب اللي فوق الاعصاب بتاعتنا او فوق البلوكات بتاعتنا. نفس الكود ريكويرمنتس بالنسبه للابعاد وبالنسبه لتسليح البلاطه وابعادها هو هو اللي كان بتاع الوان واي، هو هو اللي هنطبقه تاني في حاله التو واي. اتفقنا ان اي اللي هي المسافه الخالصه بين الاعصاب اللي هو عرض البلوك بتاعنا لازم يكون اقل من او يساوي 700 مللي. بالنسبه لبي اللي هو عرض العصب بتاعي ما يقلش عن 100 مللي او تي على 3، حيث تي هو السمك الكلي بتاع البلاطه اللي هو ارتفاع البلوك زائد سمك البلاطه السوليد اللي فوق. التي اس اللي هو سمك البلاطه السوليد سلاب التوب سوليد سلاب ما يقلش عن 50 مللي او اي على 10، وقلنا ان هو عاده بيكون من 50 ل 70، يعني 50 او 60 او 70 مللي على حسب ابعاد البلوك بتاعي، لان هو مرتبط بابعاد البلوك بتاعنا. بالنسبه للتو واي مفيش طبعا كروس ريم، لان احنا عندنا كده كده الاعصاب هي اوريدي موجوده في اتجاهين. طب احنا قبل كده كنا عشان نحدد السيكنس بتاعنا وبالتالي نقدر نحدد بعد كده نوع البلوك ونكمل التصميم، قلنا ان احنا بنحدد سيكنس البلاطه او التي الكليه دي من خلال جدول في الوان واي، كنا بنستخدم جدول 4-10 بحيث ان احنا ما نعملش تشيك على ديفليكشن. بالنسبه للتو واي هنستخدم القيم المينيمم بتاع التو واي سلاب كانديكيشن لحساب السيكنس بتاع البلاطه، لكن المفروض ان احنا نعمل برضو تشيك على الديفليكشن. في حاله التو واي الديفليكشن طبعا بيبقى اقل من الوان واي، لان انا عندي اعصاب في الاتجاهين والحمل بيتوزع في الاتجاهين وبالتالي قيمته بتبقى اكيد اقل من الوان واي. طب نحسب ازاي التي او نجيب ازاي قيمه مبدئيه للتي؟ لو كانت البلاطه بتاعتي سيمبل بقسم البعد الصغير القصير اللي هو ال اس على 35، وده بيديني اقل تي اقدر استخدمها. لو كانت البلاطه مستمره من ناحيه واحده بنقسم البعد القصير على 40، لو مستمره من ناحيتين بنقسم البعد القصير على 45، ودي نفس القيم اللي بتاعت التو واي سلاب زي ما انا قلت من شويه، وقيمه تي دي هي اقل قيمة للتي نقدر نستخدمها، او يعني ممكن نقول ان هي دي ريكومندد ثيكنس للبلاطة بتاعتنا. تاني حاجة في خطوات الديزاين هي الارينجمنت اوف بلوكس، اتفقنا ان احنا لازم نحدد عدد صفوف البلوكات بتاعتنا او عدد الويبس اللي احنا هنستخدمها في السقف بتاعنا، بحيث ان هم في الموقف موقع يعرفوا ينفذوا الكلام ده. عملنا الكلام ده للوان واي، هنعمله دلوقتي للتو واي. يبقى عندي ناخد ابسط حاله ان انا عندي بلاطه زي ديت سيمبل في الاتجاهين، البلاطه دي تو واي زي ما احنا شايفين البلوكات مرصوصه على شكل التو واي، عندي ريبس في الاتجاه ده وريبس في الاتجاه ده، واتفقنا ان احنا بنسيب سوليد بارت داير ما يدور حوالين البلوكات وعرفنا اهميته قبل كده واتكلمنا عليه. هنسمي المسافه للسنتر لاين في الحالات هنا C1 وC2، في الاتجاه الثاني C3 وC4، وقلنا اقل قيمه للسوليد بارت ده هي 250 مللي من السنتر لاين بتاع الكم. لو احنا خدنا كروس سكشن في الاتجاه ده او كروس سكشن في الاتجاه الثاني هيكون هو ده شكل الكروس سكشن بتاعي، لان البلاطه في اعصاب في الاتجاه ده وفي اعصاب في الاتجاه ده. ده كان شكل التيبيكال كروس سكشن بتاعتنا في حاله الوان واي في الاتجاه العمودي على الاعصاب، وفي حاله التو واي هو ده شكله في شكل الكروس سكشن بتاعي سواء كده او كده. يبقى عندي ادي البلوكات وادي الاعصاب بتاعتي وادي التوب سوليد سلاب. طيب تعالوا نفترض ان N1 هو عدد الريبس في ال L1 دايركشن، هو في الاتجاه ده، يعني عدد الريبس ديت كده هو ده N1 بتاعي، وN2 هو عدد الريبس في اتجاه ال L2 اللي يبقى ده كده
دولت هو ده ان 2 بتاعي. يبقى احنا محتاجين نعرف ان 1 ونحسب ان 2. فبالنسبة للاتجاه بتاع L1 اللي هو اتجاه الاكس، قلنا بنكون المعادلتين. اول معادلة هي الكلير 1 اللي هي من وش البلوك ده لوش البلوك ده، هتساوي L1 اللي هو من center line to center line ناقص السوليد بارت اللي هو C3 وC4. وفي نفس الوقت بنحسبها من اتجاه البلوكات، بنقول ان انا عندي N1 في B زائد N+1 في البلوك ويدث. ايه N1؟ N1 قلنا عدد الأعصاب بتاعي في الاتجاه ده، في B اللي هو عرض الأعصاب بتاعي. يبقى احنا كده جبنا الحتت المسافات اللي هي البيضة دي. طب نجيب بقى المسافة اللي هي بتاعت البلوكات. قلنا مادام انا عندي N ريبس هيبقى عندي N+1 من صفوف البلوكات، هضربها في البلوك ويدث اللي هو بالنسبة لنا اللي هو E. يبقى انا كده جبت معادلة من الناحية التانية من ناحية البلوكات. لو احنا عندنا ستاندرد بلوك اللي هو التيبكال بلوك بتاعنا ده 400 × 200 في ارتفاع H، وكان البي 100، يبقى انا هشيل البي هنا احط 100، واشيل الاي او البلوك ويدث احط 400. ولو اختصرت المعادلة دي هلاقيها بتختصر ل N1/500 زائد ايه 400. وقلنا الكلام ده فقط مع التيبكال بلوك. هاجي اساوي القيمة دي اللي احنا هنكون عارفينها، لان احنا عارفين L1، وهنفرض C3 وC4 بالمينيمم، اسويها بالمعادلة دي واحسب قيمة N1 زي ما كنا بنعمل في الوان واي بالظبط. طلعت N1 مثلا بكسر 9.4 او حاجة، بنقرب لأقرب رقم اصغر، يعني اخدها 9 واعوض بيها هنا تاني، وارجع احسب بقى C3 وC4 اللي هم هيكونوا مظبوطين. ده نفس الكلام اللي احنا عملناه في الوان واي في اتجاه اللي هو العمودي على الاعصاب. هنا بقى في التوي هنعمل نفس الكلام ده بالظبط في اتجاه الواي دايركشن. انا عندي نفس الكلام بيتكرر تاني، عندي N2 بقى في B زائد N+1 في N2+1 في اتجاه في عرض البلوكات، وهنلاقي المعادلة هتختصر للآخر برضو ل L2 ناقص C1 ناقص C2 بتساوي N2/500 زائد 400. هنفرض C1 وC2 بالقيمة المينيمم اللي هي 250 ملي، وأساويها بالمعادلة دي، أطلع N2 وبرضو أقربه لأقرب رقم أصغر، وبعد كده أرجع أحسب تاني، وفي الآخر بيطلع عندي N1 وN2 وC1 وC2 وC3 وC4. يبقى كده ده خلصنا، أو ده الجزء بتاع الأرينجمنت. ما فيهوش اختلاف عن الوان واي، غير إن أنا بس بستخدم نفس الحساب في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي. ثالث حاجة ثالث خطوة عندنا هي calculation of loads on ribs أو حساب الأحمال على الأعصاب. قلتنا عندنا حالتين، حالة الستاندرد بلوك وحالة لو البلوكس مش ستاندرد. في حالة الستاندرد بلوكس بيبقى عندنا جدول زي كده فيه معلومات البلوكات دي، واحنا قلنا عشان في الحالة دي عشان نحسب اللود على الأعصاب بتاعتي محتاجين أول نحسب السلاب لود أو وزن البلاطة الكلي اللي هو WS ultimate، وبعد كده بناخده نضربه في S أو ونحسب اللود اللي جاي على الريب بتاعي. فاحنا عشان نجيب WS ultimate قلنا مكون من الديد لود واللايف لود. الديد لود عبارة عن السلاب ويت والفلورينج. طيب الفلورينج بيبقى جيفن، السلاب ويت قلنا بنجيبه ازاي؟ في الحالة ديت الجدول اللي عندنا ده بيبقى على حسب نوع البلوكات ابعادها او نوعها اذا كانت فوم او خرسانه، بيدينا رقم وعلى حسب برضو استخدامها في اذا كانت مستخدمه كوان واي ولا تو واي. الرقم ده بيتكون من ثلاث حاجات: وزن البلاطه العلويه اللي هي اللي فوق دي بس في حاله سمكها كان 50 ملي، ووزن الاعصاب لو كان عرضها 100 ملي، ووزن البلوكات الموجوده في المتر المربع بتاعي. هو حسب الكلام ده وحسب الكلام ده كله يدهولنا كرقم. فاحنا في حالة التوي هندخل نشوف الرقم بتاع التوي ونستخدم الارقام الخاصة بالتوي بتاعنا اللي هي خلاص هتاخد لنا كل الثلاث قيم دول. لو كانت الابعاد تي اس مختلفة عن 50 يبقى انا لازم ازود الزيادة ديت على الوزن بتاعي وبرضو بالنسبة للاعصاب. يبقى ده كده ايه الديد لود. اللايف لود بيبقى جيفن او هنفرضه على حسب نوع المبنى. يبقى انا كده بالمعلومات ديت نقدر نحسب ال WS ultimate. هاخد ال dead load مجموع الاثنين دول اضربه في 1.4، واخد ال live load
اضربه في 1.6 يبقى احنا كده جبنا ال W S. بالنسبة لحالة بقى البلوكات اللي هي مش ستاندرد، لو احنا ما عندناش الجدول ده احنا مش هنتكلم عليها في المحاضرة، بس انا هسيبكم انتوا تفكروا فيها وتحاولوا تحسبوها. بعد ما حسبنا ال WS ultimate عايزين بقى نشوف نوصل ازاي للحمل على الاعصاب او load per rib. عندنا البلاطة بتاعتنا 2-way هتتصرف زيها زي البلاطة السوليد سلاب اللي انتوا خدتوها قبل كده. بما انها 2-way ففي جزء من اللود هيروح في اتجاه وجزء هيروح في الاتجاه التاني. الاتجاه القصير بيروح في جزء اكبر من اللود اللي هو بنسميه W alpha، والاتجاه الطويل بيروح في جزء اقل اللي هو بنسميه W beta. طب نطبق الكلام ده ازاي على ال 2 way؟ عندنا ده شكل ال 2 way بتاعتنا. نتخيل ان احنا عندنا بلاطة بالمنظر ده، البعد الطويل L والبعد القصير ال اس. زي ما احنا لسه بنقول جزء من اللود او جزء كبير من اللود بيروح او اكبر يعني من الاتجاه تاني بيروح في الاتجاه القصير ال اس، وجزء تاني بيروح في الاتجاه الطويل. طب احنا زي ما كنا بنعمل بالظبط في الوان واي عشان اجيب اللود على العصب بتاعي، عندي ده W الفا وده كده W بيتا، اللود اللي رايح هنا واللود اللي رايح هنا. طيب هاخد مسافة من السنتر لاين للسنتر لاين البلوك اللي احنا كنا بنسميها S، وبقول ان العصب بتاعي هو شايل الشريحة ديت اللي هي من السنتر لاين تو سنتر لاين، ده في اتجاه القصير. وفي اتجاه الطويل نفس الكلام، باخد برضو شريحة من سنتر لاين تو سنتر لاين البلوك، واقول ان العصب بتاعي في الاتجاه ده شايل ايه الشريحة ديت، يبقى العصب في الاتجاه الشورت شايل W alpha في جزء الشريحة بتاعته من السنتر لاين ده للسنتر لاين، والعصب اللي في الاتجاه الطويل شايل W beta في الشريحة اللي هي من السنتر لاين تو سنتر لاين. واتفقنا ان S دي بتساوي E زائد B. يبقى احنا بنعمل ايه عشان نجيب اللود لكل عصب؟ load per rib، we take a strip with width S in each direction، يعني في اتجاه W alpha اتجاه W beta بناخد شريحة عرضها S هنا وشريحة عرضها S هنا. باخد W alpha ده اضربه في S يديني اللود بتاع الاعصاب في الاتجاه القصير، واخد W beta ده اضربه في S دي يديني اللود على الاعصاب او لكل عصب في الاتجاه الطويل. واس هي اي زائد بي او اللي هي 0.5 متر في حالة الستاندرد بلوك. يبقى الخلاصة W الفا لكل عصب هي الفا. احنا قلنا ازاي W الفا نجيبه ازاي؟ بنضرب الفا في W اس ألتمت. W بيتا نجيبه ازاي؟ بنضرب بيتا في W اس ألتمت. فانا عشان اجيب اللود لكل عصب في الاتجاه القصير الاتجاه ده يبقى عندي الفا في دبليو اس التيميت اللي هي دبليو الفا في اس. فعشان اجيبه في الاتجاه الطويل هيبقى عندي بيتا في دبليو اس التيميت اللي هي دبليو بيتا في اس. لو ستاندرد بلوك طبعا اس هتبقى 0.5. طب ازاي بقى اجيب الفا وبيتا دي عشان اجيب دبليو الفا والفا ودبليو بيتا؟ نشوف في السلايد اللي جاي ازاي بقى نجيب الفا وبيتا للـ 2-way هولو بلوك سلاب. احنا اتفقنا ان احنا في جداول او زي ما اخدته في السوليد سلاب في جداول بندخل فيها نجيب قيم الفا وبيتا دي. بندخل بايه؟ بندخل بقيمة R. R اللي هي Rectangularity Ratio، النسبة بين البعد الطويل على البعد القصير. في حالة الهولو بلوك سلاب بنستخدم جدولين، ماركوس اللي هو تيبل 6-2 في الكود المصري، وجراشوف اللي هو تيبل 6-3 في الكود المصري. في جدول 6-2 و6-3 بنستخدم R L1 على L2، مفيش M1 و M2. في الجدول بتاع السوليد سلاب انتوا كنتوا بتدخلوا ب R بتساوي M1 في L1 على M2 في L2، وندخل في الجدول نطلع النسب الفا وبيتا. بالنسبة لي الـ 2-way هولو بلوك سلاب ناخد R L1 على L2، طبعا L1 هو البعد الأكبر و L2 هو البعد الأصغر، وندخل في جدول يا إما 6-2 يا إما 6-3. امتى بقى بندخل في جدول 6-2؟ جدول 6-2 ده بندخل في الحالة العادية بتاعتنا، والجدول ده عند R بواحد بنلاقي ألفا ب 0.396 وبيتا ب 0.396. طيب لو حصل بقى ان البلاطة بتاعتنا كانت فيها فتحة او
اللايف لود اكتر من 5 كيلو نيوتن بير متر سكوير بندخل على تيبل اللي هو تيبل جراشوف اللي هو تيبل 6-3، والتيبل ده عند ارب 1 الفا بنص وبيتا بنص. يبقى عشان نجيب الالفا والبيتا بندخل بالار ال1 على ال2 يا اما في تيبل 6-2 يا اما في تيبل 6-3 نحسب قيمه الالفا والبيتا بتوعنا. يبقى احنا كده حسبنا اللود بير ريب اللي هو دبليو اس التيميت في الفا في اس او دبليو اس التيميت في بيتا في اس. يبقى انا عندي شكل البلاطه في حساب الاحمال هيبقى حاجه بالمنظر ده. ادي البلاطه التو واي، وادي الحمل بتاعي في الاتجاه القصير واللي في الاتجاه الطويل، وادي الشريحه بتاعتي اس. الريب بتاعي زي ما كنا بنعمل في الوان واي بالظبط، هيبقى statical system supported على الكاميرا دي وعلى الكاميرا دي، وهيكون عليه اللود اللي احنا حسبناه في حاله في الحاله دي، ده الاتجاه الطويل، وبالتالي هيبقى عليه دبليو بيتا بير ريب اللي هو بيتا في اس التيميت في اس. في الاتجاه الثاني نفس الكلام، هيبقى عندي supported من هنا ومن هنا، وهيكون عليه دبليو الفا لان ده الاتجاه القصير اللي هو الفا في دبليو اس التيميت في اس. طيب لو كان عندي اكتر من سبان نفس الكلام، هيبقى عندي الريب بتاعي في الاتجاه ده، هاخد شريحه في الاتجاه ده واحسب اللود في الاتجاه ده سواء بقى كان الفا او بيتا. ونفس الكلام بالنسبه للبلاطه الثانيه لو كانت مختلفه عن البلاطه الاولانيه. واجي في الاتجاه الثاني، لاحظ بقى ان البلاطه دي في الاتجاه ده تعتبر سمبل سلاب، وبالتالي الريب بتاعي هنا سمبل وهنا سمبل. في الاتجاه الثاني بقى هيبقى عندي الريب حاجه بالمنظر ده، سبورتد هنا وهنا وهنا. هحسب سي ان هي دبليو الفا برضو، يبقى دبليو الفا في التو سبانز دول لو هما زي بعض بالظبط، يبقى الفا في دبليو اس التيميت في اس، وهيبقى موجود على التو سبان بتوعي. بعد ما حسبنا الاحمال على الاعصاب في الاتجاهين دبليو الفا ودبليو بيتا، دلوقتي الخطوه الرابعه ان احنا نحسب الستريننج اكشنز على الريبس بتاعتنا. زي ما احنا عارفين ان احنا بنعامل الريبس نفس معاملة البلاطات المصمتة أو السوليد سلاب في حساب البند مومنت، وطبقا للكود المصري لو كانت السبانز بتاعتنا ايكوال لودنج وايكوال سبانز أو الفرق ما يزيدش عن 20%، نقدر نستخدم الكوفيشنز بتاعة الكود. الكوفيشنز دي لو سيمبل طبعا بيبقى 8، يعني دبليو سكويرد على 8، طبعا في دبليو سكويرد على 24 عن السبورت. لو تو سبان بيبقى 10 في البوزيتيف و10 في البوزيتيف و8 في النيجاتيف. لو اكتر من كده اول سبان بيبقى بلس 10 وماينس 10 وبعد كده بلس 12 وبي نيجاتيف 12. طبعا الكلام ده بنطبقه للاتجاه الشورت والاتجاه اللونج. يعني بالنسبه لو كان الاتجاه الشورت هنستخدم دبليو الفا اللي احنا حسبناه باستخدام الالفا في دبليو اس التيميت في الاس بتاعتنا، يبقى مثلا ده هيبقى دبليو الفا في ال سكويرد على 10. لو الاتجاه اللونج نستخدم نفس الكلام بس هنستخدم دبليو بيتا، فهيبقى مثلا هنا دبليو بيتا في ال سكويرد على 12 النيجاتيف. يبقى الكلام ده هيتعمل مرتين، مره للشورت دايركشن ومره تاني لللونج دايركشن، على حسب بقى حاله الاعصاب بتاعتنا سيمبل ولا تو سبان ولا اكتر من كده. طيب لو ما كانش السبانز بتاعتنا والاحمال بتحقق الشروط بتاع الكود، بنستخدم بقى اي طريقه اخرى لحساب المومنت سواء في مومنت ايكويشن او الفرنج ايكويشن. لو عندنا كمثال بلاطه كده تو واي سيمبل في الاتجاهين، يبقى عندي فيها اعصاب في الاتجاه القصير، ودي اللي بيجي عليها ال W الفا اللي هو اللوت الحمل الرئيسي او الميجو بتاعي اللي حسبناه الفا في W اس التيميت في اس. هيبقى عندي عصب في الاتجاه الثاني اللي هو الاتجاه الطويل اللي هو بيجي عليه W بيتا اللي هو ده بيتا في W اس التيميت في اس. فانا بحسب البندنج مومنت للاعصاب في الاتجاه ده وللاعصاب في الاتجاه ده. طبعا بما ان هي سيمبل فهيبقى عندي W ال سكويرد على 8، في حاله شورت ريب هيبقى W الفا في ال الشورت طبعا سكويرد على 8، في حالة العصب الطويل هيبقى عندي دبليو بيتا في ال اللي هو لونج سكويرد على 8، طبعا في دبليو ال سكويرد على 24 عندي السبورت. طيب في حاجة بس محتاجة أقولها في الحسابات بتاعة الأعصاب بعد كده وإحنا بنعمل ديزاين، إن إحنا بناخد الدي شورت
دي في حالة الأعصاب في الاتجاه الشورت ناخدها تي ناقص من 20 ل 30 ملي، وفي الاتجاه الطويل بناخدها تي ناقص 30 ل 40 ملي. ليه الكلام ده بقى؟ لو انا عندي البلاطة بتاعتي التوبي، لو احنا جينا نبص على النقطة اي نقطة كده اللي هي تقاطع الاعصاب مع بعض الانترسكشن بتاع الاعصاب بتاعتي، وجينا رسمنا شكل كروس سيكشن عند اي نقطة من دول، يبقى شكل الكروس سيكشن بتاعي اللي هو التيبيكال بتاعنا ادي الاعصاب وادي بينها البلوكات بتاعتي، وادي التسليح الرئيسي، التسليح اللي هو بالنقط النقطتين الاحمر دول، ده التسليح الرئيسي بتاع الاعصاب اللي هي في الاتجاه القصير. طب لما انا اجي الاعصاب التانية بقى اللي هي في الاتجاه الطويل هتبقى جاية في الاتجاه ده، فهي هتبقى عمودية على الاعصاب دي. عند نقطة التقاطع لازم الحديد هيتقابل. انا رسمت الحديد بتاع الاعصاب التانية اللي هي في الاتجاه الطويل اللي هي الدوتد المنقطة دي بتاعت التسليح بتاع الاعصاب في الاتجاه اللونج، فانا رسمتها كده عشان نتخيلها. وطبعا العصب بيبقى ماشي كده، هي مش ماشيه في الهواء حاجه، هو ماشيه في خلال العصب، فانا عشان كده رسمتها دوتد. فلما بيجوا يتقابلوا بنحط التسليح بتاعنا فوق الحديد الرئيسي، يبقى الحديد الشورت بيجي من تحت ويجي فوقيه عند التقاطع الحديد في الاتجاه اللونج. ودي نفس الفكره في البلاطات السوليد، برده كنتوا بتاخدوا في اتجاه الشورت التي اس ناقص 25 اللي هو بنسميه كنا الفرش، وفي اللونج كان تي اس ناقص 35 اللي هو كان نسميه الغطاء. لو كان عندي مثلا بقى بلاطتين يعني تو سبانز عندي برضو دي تو واي دي تو واي، فبالتالي برضو هيبقى عندي الاعصاب في الاتجاه دوت، في الحاله دي هتبقى سمبل ودي برضو هتبقى سمبل. في الاتجاه الثاني في الاعصاب تو سبانز هيبقى سبورتد على الكبره هنا وعلى الكبره هنا وعلى الكبره هنا الاعصاب بتاعتي. هنفترض ان الاتجاه القصير هو الاتجاه الافقي والاتجاه الطويل هو الاتجاه الرأسي ده. لو كانت السبانز مش زي بعض مختلفة، فبالتالي الالفا هيبقى عندي الفا 1 وبيتا 1 للبلاطة دي والفا 2 وبيتا 2 للبلاطة دي. هحسب بالنسبة للاعصاب السنتر دي هيبقى عندي W بيتا 2 يعني على حسب البيتا بتاعت البلاطة دي، W S ultimate في بيتا 2 في اس، ده اللود اللي هيجي على العصب بتاعي. لو حبينا نحسب البن المومنت هيبقى اللود ده اللي سكويرد على 8 طبعا لانه سم. نفس الكلام بالنسبه للعصب ده، لو انا عندي بيتا 1 مختلفه عن بيتا 2 فهيبقى اللود هنا برده كنت مختلفه اللي هو دبليو اس التيميت في بيتا 1 في اس في اللي سكويرد على 8. بالنسبه للعصب بقى الثاني ده 2 سبان، وبالتالي هيبقى عندي هنا W alpha 2 بتاعت البلاطة دي، W alpha 1 بتاعت البلاطة دي، alpha 1 وبيتا 1 والفا 2 وبيتا 2 على حسب نسب بقى ال L على S1 وال L على S2. هندخل في التابل بتاع باركوس نجيب alpha وبيتا هنا والفا وبيتا هنا، وبعدين نحسب البيننج مومنت لو هو يعني موفي اشتراطات الكود. خلاص يبقى عندي W L سكويرد على 10 هنا وهنا وهنا 24 وهنا على 24، وهجيب الام اللي عند النيجاتيف ده. نخلي بقى نلاحظ بقى ان احنا عندنا هنا قيمة لود وهنا قيمة لود، وبالتالي هيطلع لي هنا مومنت W L سكويرد او جاي من W alpha 1 في L S 1 سكويرد على 8، وهنا برضو هيجي W alpha 2 في L S 2 سكويرد على 8. فهستخدم انهي منهم؟ هناخد قيمة افريج، او الكود بيقول لنا ان احنا عشان نحسب M تبقى M1 في LS1 زائد M2 في LS2 على LS1 زائد LS2، حيث M1 ده ممكن المومنت اللي احنا حسبناه من الناحية دي اللي هو باللود ده والسبان ديت، و M2 المومنت اللي احنا هنحسبه من الناحية دي اللي هو باللود ده والسبان ديت. نحسب قيمة ال M star ده، يبقى هو ده المومنت اللي احنا هنصمم عليه النيجاتيف بتاعنا. الخطوة اللي بعد كده هي ديزاين ريبس أو تصميم الأعصاب. احنا طبعا حسبنا دلوقتي اللود في الاتجاه الشورت في الاتجاه اللونج، W ألفا في الاتجاه الشورت، W بيتا في الاتجاه اللونج. زي ما كنا بنعمل كل حاجة في الاتجاهين، دلوقتي برضه هنعمل ديزاين مرة في الاتجاه القصير ومرة في الاتجاه الطويل. هطلع الأعصاب بتاعتي في الاتجاه القصير أيا كان بقى الستاتيكال سيستم بتاعها، ممكن يبقى سيمبل
ممكن تبقى 2 سبان او اكتر. المهم ان انا هيبقى عندي الاعصاب بتاعتي في الاتجاه القصير عليها W الفا، وهحسب او حسبنا اوريدي البيندنج مومنت، وهبتدي نعمل ديزاين. نفس الكلام بالنسبه للاتجاه الطويل، هاخد الاعصاب بتاعتي ايا كان بقى عدد السبانز او شكل الستاتيكال سيستم، هيبقى عليها W بيتا، هبتدي اعمل ديزاين مره للشورت ومره في اللونج. نبتدي الاول دلوقتي بالسكشنز اللي عليها بوزيتيف بيندنج مومنت، دي هتبقى في الحاله دي كلها سي سكشن، زي سكشن 1 و3 هنا او سكشن 4 و5. هعمل ديزاين عادي خالص زي اي تي سكشن احنا بنصممه قبل كده. مثلا تعالوا نشوف الشورت دايركشن الاول. هعمل الكلام ده كل السكشنز عندي اللي عليها بوزيتيف بيندنج مومنت، مثلا زي ما قلنا 1 و3 دول عندي المومنت، واحنا عارفين التي طبعا حسبناها في الاول خالص، هيبقى عندي دي في اتجاه الشورت هيبقى تي ناقص 30. بعدين عندي البي تساوي 500 مللي، طبعا لو مستخدمين ستاندرد بلوكس، لو مش ستاندرد بلوكس هتبقى اي زائد بي زي ما قلنا قبل كده. هدخل على السي 1 جي كيرف، اجيب السي 1 جي وابتدي احسب الاريا ستيل، دي هتبقى الاريا ستيل عند السكشن ده، ومره تاني احسب عند السكشن ده، يبقى ده التسليح بتاع الاعصاب في الاتجاه القصير. هكرر نفس الكلام تاني في الاتجاه الطويل، مثلا اللي هو سكشن 4، وهعمله نفس الكلام في سكشن 5 او على حسب الاعصاب بتاعتي. في الحاله دي بس الدي هتبقى تي ناقص 40، عشان قلنا الاتجاه الطويل بناخد تي ناقص 40 والاتجاه القصير بناخد تي ناقص 30، واحسب الاريا ستيل، يبقى ده التسليح بتاع السكشن ده، واكرره تاني السكشن ده، وده بقى تسليح الاعصاب في الاتجاه القصير، سوري في الاتجاه الطويل. بنختار الاعصاب زي تسليح الاعصاب زي ما زي برضو الوان واي، بيبقى عادة سيخين لكل عصب، ونفس القواعد اللي احنا قلناها قبل كده للتسليح هتطبق برضو على التو واي. طيب نيجي بقى للنيجاتيف، السكشن اللي عليها نيجاتيف بيرنينج مومنت اللي هي الريكتانجل سكشنز، وقلنا في الحاله دي احنا مش بنعمل ديزاين، لان احنا اوريدي بنبقى عارفين التسليح اللي موجود في السكشن ده. احنا بنيجي نبص لو عندنا تو سبان، لما بنيجي نبص التسليح بيبقى عندي سيخ ستريت من هنا وسيخ ستريت هنا وسيخ مكسح بيدخل من كده وسيخ مكسح من الناحيه التانيه بيدخل كده، فبالتالي سكشن 2 ده احنا عارفين التسليح بتاعه، عندنا ادي التسليح الرئيسي وادي التسليح الثانوي او الاريا ستيل داش. فاحنا في الحاله دي بنعمل تشيك على السكشن ده، وقلنا التشيك ده بنسميه تشيك اوف سوليد بارت. احنا زي ما قلنا عارفين الاريا ستيل بنت، وعارفين الالفا اللي هي نسبه الاريا ستيل داش للاريا ستيل بتاعتنا، وبالتالي بندخل نجيب المومنت اوف ريزيستنس زي ما عملنا بالظبط في الوان واي هولو بلوكس. بعد ما اجيب المومنت اوف ريزيستنس بقارنها بالمومنت بتاعتي اللي عند القطاع ده اللي هو المومنت اللي حسبناه عند سيكشن 2. لو المومنت اوف ريزيستنس اعلى منه يبقى القطاع ده سيف، لو اقل قلنا لازم محتاجين نعمل تشيك على السوليد بار، فاجي احسب المسافه اللي تخلي لي البيندنج مومنت بتاعي بيساوي المومنت اوف ريزيستنس، واقارن المسافه دي اللي هي في الحاله دي x1 و x2 بالسوليد بار اللي احنا مختارينه. لو كانت اقل من السوليد بارت يبقى سيف والسوليد بارت بتاعنا تمام، لو اكتر زي الحاله المرسومه دي يبقى احنا لازم نعدل وناخد السوليد بارت بتاعنا هو القيمه بتاعته هي القيمه اللي احنا هنكون حسبناها x1 و x2. الكلام ده بنعمله مره في اتجاه الشورت دايركشن هو اتجاه الفا، مره برده في اتجاه اللونج دايركشن هو اتجاه بيتا. ده طبعا لكل السكاشن اللي عندها النيجاتيف. بالنسبة للتشيك اوف شير بالنسبة للأعصاب نفس الكلام برضو بتاع الوان ويل اللي قبل كده، قلنا لازم نحدد أول حاجة كريتيكال سكشن بتاعنا. الكريتيكال سكشن بتاعنا بيكون على وش السوليد بارت، لأن قلنا هو ده القطاع اللي هو فعلا بتاع الأعصاب بتاعتنا اللي احنا بنشتغل عليه أو عايزين نعمل عليه تشيك. الشير في الأعصاب بيتشال فقط في الخرسانة، وبالتالي تسليح الكنات أو البنت بارز مش بندخلها معانا في الشير، وعلى حسب الكود تبقى مقاومة الخرسانة في الشير في الحالة دي اللي هي QC ultimate uncracked اللي هي 0.16 root FSU على جاما سي نيوتن بير مليمتر.
بعد ما نحسب الشير عند القطاع الكريتيكال بتاعنا سواء ده او ده، بنحسب بقى الشير ستريس اللي جاي على القطاع فعلا اللي هو كيو التيميت على بي في دي. طبعا بشوف اكبر قطاع فيهم الاول اكبر قيمه للشير اول ببتدي بيها، لو هي سيف يبقى كله سيف، لو مش سيف يبقى هنبتدي نشوف هنعمل ايه. بعد ما حسبنا الكيو سي التيميت ان كراك والكيو التيميت بقارنهم ببعض، لو كيو التيميت اقل من كيو سي التيميت ان كراك يبقى القطاع ده سيف، لو اكبر يبقى طبعا القطاع بتاعي ان سيف، محتاجين ان احنا نغير البي او الدي او ممكن نزود السوليد بوينت. نفس اللي احنا عملناه في الوان واي، مفيش اي اختلاف غير ان احنا برضو هنحتاج نعمل مره في الشورت دايركشن ومره في اللونج دايركشن. الخطوه رقم 8 هي تفاصيل التسليح، ودي باخر خطوه في تسليح البلاطه نفسها او في تصميم البلاطه نفسها والاعصاب او الاعصاب بتاعتنا، ان احنا نرسم البلان بالتسليح. زي ما احنا شايفين ده شكل البلان بتاعنا، متوقع عليه برضو الارينجمنت طبعا لازم نحطها، وبعد كده بنبتدي نسلح الاعصاب بتاعتنا في الاتجاهين سواء القصير او الطويل. لو قلنا ان ده غالبا يعني ممكن ده يكون كان الاتجاه الطويل، فبالتالي بيبقى عندي سيخين، سيخ واحد باي 12 واحد باي 16، ونفس القواعد اللي احنا قلناها قبل كده تنطبق على التو واي اللي قلنا على الوان واي. يعني مثلا لو عندي سيخين ادي سيخ ستريت وسيخ مكسح، واللي بيكسحه هو السيخ الكبير. في الاتجاه التاني نفس الكلام، بس انا عندي سيخين نفس القطر فاقدر استخدم السياخ بنفس القطر او اقطار متتالية. السيخ المكسح بنبتدي بيبقى هنا ال على 7 عند الايدج هنا وهنا، وفي النص بنكسح على الخمس وبنمد للربع. بالنسبة لل دايمتر 10 و 22 زي ما قلنا قبل كده نفس القواعد اللي احنا اتكلمنا عليها في الوان واي هتنطبق برضو على التو واي. شكل الكروس سكشن بقى التيبيكال بيبقى حاجة بالمنظر ده، ادي عندي الاعصاب بتاعتي ده في الاتجاه الطويل او الاتجاه القصير على حسب ما احنا واخدين. طبعا ده 2.16 ده في الاتجاه دوت لان هو ده التسليح الرئيسي بتاعي. ادي زي ما قلنا ادي الاعصاب وادي البلوكات، والكيانة بتاعت الاعصاب تبقى كيانة مفتوحة 5.8، ما بنعملهاش تصميم زي ما قلنا وبتدخل معانا في الشير. الابعاد بنوقعها على حسب البلوكات اللي احنا اخترناها. بالاضافة الى كده بنحط طبعا التسليح الرئيسي زي ما قلنا، وبعدين الشبكة اللي فوق بنسلحها بشبكة، سوري البلاطة اللي فوق بنسلحها بشبكة خفيفة. قبل كده كنا بناخد اتجاه 4 واتجاه 5، كان الاتجاه اللي هو عمودي على الأعصاب ده كنا بناخده 5 في المتر، واتجاه الموازي للأعصاب اللي هو النقط ده كان بيبقى 4. في حالة التو واي نتيجة إن أنا عندي أعصاب في الاتجاهين فباخدهم هما الاتنين 4 × 6 أو 4 × 8 في المتر لو الستة مش متوفر، هو المينيمم 4 × 6 بس ممكن بس يعني نحط لو مفيش 4 × 8 في المتر. بعد ما خلصنا حسابات الأعصاب سواء بقى لود وبيندنج وديزاين ورسمنا وكل حاجة، الخطوة اللي بعد كده إن إحنا عايزين بقى نشوف تصميم البينز بتاعتنا. إحنا عندنا زي ما قلنا البينز موجودة مع الوان واي طبعا موجودة مع التو واي، واتفقنا إن إحنا مع الوان واي كنا بنحل الكاميرات بتاعتنا سواء هيدن او بروجكتد، يعني دي كاميرات ادي بروجكتد وادي كاميرا هيدن، ممكن ناخدها دي هيدن او بروجكتد. بالنسبه للتو واي احنا قلنا هنتعامل فقط مع الكاميرات البروجكتد في اطار الكورس بتاعنا. طيب تعالوا نشوف ازاي بقى هنصمم البيمز بتاعة التو واي هولوبلوكس لاب. فتخيل ان احنا عندنا سقف زي ده، سقف كبرناه شوية، عندي 6 بلاطات 3 و3، البلاطات دي كلها هنحلها على انها تو واي. عندي كاميرا بي 1 وبي 2 وكاميرا بي 3 وبي 4 مثلا. تعالوا نشوف هنتعامل معاهم ازاي. زي ما كنا بنحل في التو واي في السوليد سلاب نفس الطريقة هنستخدمها مع التو واي الهولوبلوك. الفرق الوحيد ان احنا الـ WS Ultimate اللي احنا كنا بنحسبها للسوليد سلاب المرة دي هنستخدم
ال WS ultimate اللي احنا كنا حسبناه للبلاطات الهولو بلوك. لو تفتكروا ان احنا كان عندنا WS ultimate اللي هي كيلو نيوتن بير متر سكوير، اللي هي وزن السقف كله بقى بتاعي، كان بيبقى عبارة عن اللايف لود اللي هو بيبقى جيبين او مفروضه على حسب طبيعة المنشأ بتاعي، وبعدين ديد لود اللي هو بيتكون من الفلورينج والاونوي. وقلنا الاونوي ثلاث حاجات اللي هي التوب سلاب والريبس والبلوك. كنا بنحسب، اتعلمنا ازاي نحسب الكلام ده كله، وبعد كده نجيب الالتيميت لود دبليو اس الالتيميت 1.6 اللايف 1.4 في الديد لود. دبليو اس الالتيميت يبقى هي اللي انا هاخدها اوزعها او اديها للبلاطات. طبعا الشكل ده مألوف بالنسبه لكم، المثلثات وشبه المنحرف. فانا بعد ما بجيب الدبليو اس الالتيميت عشان اجيب الدبليو الالتيميت 4 بندنج لاي كاميرات من الكاميرات اللي عندنا ديت، هيبقى عباره عن اول حاجه لازم الاون ويت بتاع الكاميرا 1.4 في جاما في بي في تي، طبعا البي بتاع الكاميرا والتي بتاع الكاميرا بتاعتي. وبعدين لو في حوائط هاخدها 1.4 في جاما وول في بي وول في اتش زائد الفا في اكس في دبليو اس ار. دبليو اس ار دي هي دبليو اس ار بتاعتي. اكس هي قلنا الاوردينيت دوت اللي هو المسافه دي او المسافه دي اللي هي بتبقى نص الاسبان الصغير، بضربها في الفا واكس ودبليو اس ار، يبقى انا كده جبت الدبليو التيميت بين. طيب بالنسبة للشير نفس الكلام، عندي الاون ويت وعندي الوول لود وعندي اللود فور شير، بنستخدم بيتا في اكس في دبليو اس الفا. طب لو ايه مين الفا بقى ومين بيتا دول؟ طبعا دول مش الفا وبيتا بتوع البلاطات اللي احنا كنا شغالين بيهم من شويه، دول الفا وبيتا. تعالوا نشوف اللي هم بتوع توزيع الاحمال على الكاميرات، تعالوا نشوف دول بنجيبهم ازاي. للتذكرة ألفا وبيتا دول كنا بنجيبهم من تيبل 6 أو جدول 6-6 في الكود المصري، اللي هو قيم المعاملات ألفا وبيتا لتقدير الأحمال المنتظمة المكافئة للأحمال الأصلية المفروض على الكاميرات. يعني ده الجدول اللي بيخليني أحول اللود اللي هو شبه المنحرف أو المثلث لحمل يونيفورم على الكاميرا بتاعتي. يعني لو عندي بلاطة السبان بتاعها ال والسبان طويل ال والسبان القصير هو L1، بدخل في الجدول ده بقيمة L على L1. L1 في الحالة دي بيساوي 2x لأن الزاوية دي بتبقى 45، فلو دي x طبعا هيبقى السبان دي 2x. فبدخل أجيب L على 2x اللي هو الطول الطويل على الطول القصير، هدخل في الجدول ده بقيمة L على 2x وأجيب ألفا وبيتا. اتفقنا عند L على 2x بواحد بتكون ألفا ب 0.667 اللي هي 2 على 3 وبيتا ب 0.5 او نص. فاحنا قلنا ده بيحول لي الاحمال لاحمال منتظمه. يعني انا مثلا لو اخذنا الكاميرا دي طلعناها بره كده عليها شبه منحرف، باستخدام الالفا وبيتا بتاعتي اقدر اقول ان شيل شبه منحرف واحط يونيفورم لود، سواء بقى مره في البندنج باستخدام الفا ومره في الشير باستخدام بيتا. ونفس الكلام بالنسبه للمثلث ده، الفا وبيتا للبندنج الشير. طبعا الكلام ده لازم عشان يطبق لازم يكون فيه اشتراطات زي ما انتم عارفين، لازم يكون شبه منحرف مثلا او مثلث على الطول الكلي للكاميرا، ويكون المتماثل والسنتر لاين بتاعه مع سنتر لاين الكاميرا. لو الكلام ده ما اتحققش بنبتدي بقى نستخدم الاريا ميثود، اللي هي اجيب الاريا بتاعه الشكل بتاعي واقسمه على السبان بتاعه الكاميرا واضربها في دبليو اس. بعد كده ابتدي اعمل ديزاين بقى للكاميرات زي اي كاميرات احنا اتعاملنا معاها قبل كده. اجيب البندنج مومنت وهي محققه اشتراطات الكود، استخدم الفاكتس بتاعت الكود، مش محققها استخدم اي طريقه اخرى، واعمل ديزاين للسكشنز وارسم الكاميرات مفيش اي اختلاف عن اللي احنا اتعلمناه قبل كده في التمرينات.